أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من أصداء اليوم. وفي أبرز عناوينها: حكومة الوفاق بين تحديات الداخل ودعم الخارج، تعز تستقبل الدبلوماسية الدولية، وساحة التغيير بصنعاء مسيرات وفعاليات مستمرة. أهلا بكم. أهلا بكم. لا يمكن إغفال الدور الإقليمي والدولي الحاضر أمام كل متطلبات تنفيذ المبادرة الخليجية ببعدها السياسي والحكومي من خلال دورها الرقابي وأدوات الضغط، وكذلك من خلال أشكال الدعم المقدمة أمام التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني. تحديات الحكومة بين الأزمات الداخلية وتعقيداتها وبين الضغوط الدولية وإمكانية الدعم المقدم لها. في تقرير لمعاذ منصر. تمر الشراكة السياسية بنوع من الهدوء حتى الآن. البعض من السياسيين قال إن الحكومة ستخوض المرحلة القادمة بجدارة وستحقق الإصلاحات بقدر الإمكان، كونها تحظى بدعم إقليمي ودولي لم يسبق لأي حكومة في تاريخ اليمن أن تلقت مثل هذا الاهتمام والالتفات. الظروف الاستثنائية في البلاد هي من أجبرت المجتمع الدولي على هذا التحرك الملفت، ليس حرصا على أمن واستقرار اليمن فقط، بل حرصا على أمنهم أيضا الذي كان مهددا بالخطر. الكثير من اليمنيين يبدون ارتياحهم الشديد من هذا التحرك الذي دخل فيه مجلس الأمن الدولي مؤخرا كالضاغط الرئيسي على أطراف الصراع، وهذا ما جعل البعض يقبل بالمسار السياسي الأخير الذي دخلته البلاد انطلاقا من هذه الزاوية. يجب أن نتعاطى مع قرره المجتمع الدولي بصورة مسؤولة، والحكومة نحن نقوم الآن بترشيد إجراءاتها وفقا لهذه الآلية، وفقا للتخصصات وقراءة مهنية وقراءة تخصصية، وبالتالي نستطيع أن نرشد قرارات الثورة وموقفها من هذه الآلية. وسط سلسلة من التحديات، عقدت حكومة الوفاق الوطني اجتماعها الأول اليوم بشكل رسمي. ناقش أعضاؤها برنامجهم الأول، هو في الأساس برنامج الانطلاق والاختبار التي ستخضع له خلال الفترة القليلة المقبلة. هنا في ساحة التغيير بصنعاء نفى الشباب أن يكونوا بمثابة تحدي في طريق الحكومة وأمام مشوارها، مؤكدين على أنه ليس من المانع أن تقود هذه الشراكة جملة الإصلاحات التي ينتظرها كل اليمنيين. الشباب ليس تحدي أمام الحكومة، الشباب بالعكس مطالبهم ومطالب الشعب مطالب خدمية. الشعب اليمني محتاج إلى صحة، إلى تعليم، إلى أمور خدمية، إلى طرقات، إلى كهرباء. هذه الأمور التحديات التي سواجهها. أيضا يحتاج إلى أن يشعر أن لديه جيش وطني، أن لديه عدالة، أن لديه قضاء مستقل يستطيع أن يشعر بالأمان والكرامة في داخل بلده. بشكل تكتيكي أدعم حكومة الوفاق الوطني، مطلبنا حين مثلنا الساحات مطلبنا بناء دولة مدنية حديثة، وكانت لنا رؤية بتكوين حكومة انتقالية تكنوقراطية، حكومة كفاءات، لكن هذه حكومة الكفاءات الآن لو تمت سيكون هناك الكثير من المعيقات والكثير من المشاكل. يثبت الكثير من أبناء الشعب على أنهم أصحاب منطق ولا يبحثون إلا عن المصلحة العامة. حتى هؤلاء الشباب الذين لا زالوا مرابطين في الساحات والميادين يتمنون من الحكومة أن تحمل لهم ولكل أبناء الوطن حالة من الرضا بما ستقوم به إزاء الاختلالات المعيشية التي تنغص حياة الكثيرين. ما لما فإن اليمن سيكون مع موعد آخر من الأزمات التي ستؤكد فشل الساسة في إخراج الوطن من أزمته، مع حتمية الانتقال إلى الفعل الثوري وإعادة رسم الواقع القريب إلى مشروع الثورة. معاذ منصر لبرنامج أصداء اليوم. ينضم إلينا الدكتور محمد القاضي المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور محمد في هذه الحلقة من أصداء اليوم. في البداية، كيف تقرؤون المشهد وأبعاده بين قيام الحكومة الوطنية الحكومة الائتلافية بدورها وتباين المواقف السياسية وكذلك مواقف الشباب؟ أولا مساء الخير، وأعتقد أن هذه الحكومة أتت بعد مخاض عسير وتشكلت بعد مرحلة صعبة واستثنائية، وكانت حصلت على الدعم من قبل الفرقاء السياسيين أو ارتضاها الفرقاء السياسيين كمرحلة للتخلص أو لإنهاء
الأزمة التي خاضها الطرفان في خلال هذه المرحلة، لكن أعتقد أن الشباب كانت مطالبهم واضحة منذ البداية، وهي مطالب بالتغيير الجذري، مطالب بتأسيس دولة مدنية حديثة، دولة ديمقراطية. أيضا كل هذه المطالب هي افتقدوها خلال العقود الماضية التي كرس النظام من خلالها حكم الفرد وحكم المستند على القبيلة وعلى المال وعلى الأسرة. وبهذا أنا أعتقد أن لابد من السير قدما في التحركات الشبابية، ولا أعتقد أن الوصول إلى هذه التسوية هي نهاية المطاف بالنسبة لهم. نحن بحاجة إلى فعل ثقافي وفعل على ذكر دكتور محمد مهم يتمثل من خلال استمرار هذه التظاهرات، لأن طيب دكتور محمد على ذكر الشباب ومطالبة الشباب منذ الخروج، أنت قلت أنهم خرجوا للتغيير الجذري وللمطالبة بالدولة المدنية الحديثة. الحكومة الموجودة الآن ألا تلبي هذا المطلب بالتحديد، أو أليست هي أول خطوة في هذا الطلب المنشود؟ أنا ما أعتقد أن هذه الحكومة ليست كافية، وإنما هي مجرد عن طفاية حريق فقط، لأنها أتت بعد كما ذكرت بعد مخاوف كثيرة من انزلاق اليمن إلى حرب أهلية، وكانت الإجماع الدولي على أنه لابد من الوصول إلى هذه التسوية السياسية بحكم التعقيدات القبلية والاجتماعية والعسكرية الموجودة في البلد، والتي لا تحتمل وجود تغيير جذري وشامل على غرار ما حدث في مصر وتونس وغيرها. ولذلك رأوا أن هذه التسوية السياسية هي الحل للخروج من هذا المأزق الذي يمكن أن تنزلق فيه البلد إلى الهاوية. ولكن أعتقد أن المطالب الأساسية التي خرج الشباب من أجلها لم تتحقق من خلال هذه الحكومة، وهذه الحكومة لا زالت في الأيام الأولى بالنسبة لها. طيب، ونحن نعرف حجم المشاكل التي تواجهها أبرز المشاكل. أيضا أن وزير الداخلية نفسه لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى مبنى الوزارة وممارسة عمله. طيب، أبرز التحديات دكتور محمد من وجهة نظرك، أبرز التحديات أمام الحكومة والتي يجب على الحكومة أن تعمل في معالجتها الآن؟ أعتقد أن أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة هي ربما محاولة التدخلات التي سيحاول الرئيس علي عبد الله صالح من خلال بقائه خلال 90 يوما، سيحاول خلق كثير من التعقيدات والمشاكل لهذه الحكومة بطريقة أو بأخرى، مما يعرقل سير عملها. هذا واحد من التحديات الرئيسية الكبرى. لكن أيضا التحديات الأخرى تكمن في محاولة، وهو عمل اللجنة العسكرية الموازي للحكومة الوفاق، وهو إنهاء المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى وإعادة الثقة لدى المواطن اليمني بالأمن بالأمن، وأيضا محاولة أعتقد معالجة القضايا الأساسية والمطالبات الأساسية المتمثلة في المياه والكهرباء وغيرها من والوقود وغيرها من هذه الأشياء الأساسية التي يفتقدها المواطن خلال المرحلة الماضية وخلال المرحلة الراهنة. وبهذا سيكون عملها عمل، يعني كما ذكر باسندو نفسه، عمل إنقاذ لهذا الوضع المتدهور. وأعتقد أن الحكومة هذه تحظى بدعم دولي كبير، وهذا الدعم لابد أن يقابله أيضا عمل جاد من خلال الأطراف المتمثلة. طيب دكتور محمد، وأيضا المؤتمر، لأن المجتمع الدولي لن يترك أعتقد اللعب بهذه بالمرحلة القادمة ومحاولة التنصل من الالتزامات التي التزم بها الطرفان من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. طيب دكتور محمد، على ذكر المجتمع الدولي، بالتأكيد هناك ضغط دولي، لكن السؤال المطروح، ما هي أبعاد الضغط الدولي من جهة تنفيذ المبادرة الخليجية، وأيضا فيما يتعلق بالسيادة الوطنية، كيف يمكن أن يكون هناك توفيق بين هاتين النقطتين؟ أعتقد أن السيادة الوطنية ليست موضوع في المرحلة الراهنة، لأنها ليس هناك تدخلات عسكرية من قبل المجتمع الدولي ومحاولة فرض هيمنة، بل هو محاولة لإنقاذ ما دمرته السلطة وهذا النظام من خلال عدم الرضوخ للمطالب المتظاهرين المتمثلة في رحيل النظام. وأيضا أعتقد أن المجتمع الدولي حاول من خلال التوصل إلى هذا الاتفاق هو
إبعاد شبح المواجهات والحرب الأهلية عن اليمن، وأيضا هو أعتقد هناك التزام من قبل المجتمع الدولي بتقديم الدعم. كان هناك إعلان من قبل السعودية بتقديم دعم من خلال دعم المشتقات النفطية. نعم. وأيضا دبلوماسيين غربيين أكدوا أن هناك دعم سيقدم لدعم التنمية في المرحلة القادمة. بمعنى أن لا يمكن أن الحديث عن السيادة الوطنية الآن في هذا، لأنها ليس هناك كما أسلفت محاولة لتدخل عسكري وانتهاك للسيادة، وإنما كان هناك المبادرة الخليجية أيضا طلبها النظام نفسه وطلب التدخل الخليجي لمحاولة. لكن دكتور محمد، لا ليس بالضرورة أن تكون هناك مواجهة عسكرية أو تدخل عسكري حتى يقال أنه فلان تدخل في السيادة الوطنية، قد يكون بفرض أي أجندة خارجية. أعتقد أن الأجندة الخارجية، العالم لا نستطيع أن نقول أن هذا العالم الغربي هو يعني يقدم معونات لليمن ويخشى على تدهور الأوضاع من جانب أخلاقي فقط، وإنما هي مجارب مصلحة، هناك مصلحة مشتركة بين المجتمع اليمني وأيضا المجتمع الدولي والإقليمي. اليمن كما نعرف هي تقع على موقع جغرافي مهم وحيوي وحساس بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي، وأعتقد أن هذه الشراكة الأساسية بيننا كيمنيين وبين المجتمع الدولي والإقليمي. نحن يجب أن نكون حريصين على الحفاظ على المصالح الدولية والإقليمية، حتى أيضا المجتمع الإقليمي والدولي يحافظ على مصلحة اليمن. فأعتقد أن ما يجري الآن هو مصلحة مشتركة فقط بين اليمنيين وبين المجتمع الدولي، من مصلحة المجتمع الدولي أن يستقر اليمن وأن لا يذهب إلى أتون الفوضى والحرب الأهلية، لأن مصالحه ستتهدد في النهاية. أشكرك جزيلا دكتور محمد القاضي المحلل السياسي، كنت معنا من صنعاء. ومن صنعاء أيضا انضم إلينا الأستاذ عبد الملك المخلافي القيادي في اللقاء المشترك المعارض، ورحب بانضمامك معنا أستاذ عبد الملك المخلافي في هذه الحلقة من أصداء اليوم. كيف تقيمون مكونات العلاقة السياسية بين أطراف السياسة في الحكومة وأيضا التباين أو التباعد السياسي؟ نعم، لم أسمع السؤال. المكون بين أطراف السياسة الموجودة الآن وكذلك بين أطراف الحكومة الموجودين الذين يتبعون وجهات نظر سياسية مختلفة، هناك بعد أو تباين سياسي وهناك الآن حكومة تريد أن تكون حكومة وفاق، كيف تقرؤون هذا المكون؟ دعني أقول في البداية بأن هذه الحكومة هي آلية أو أداة لتسوية سياسية تحققت من خلال المبادرة السياسية، وهذه التسوية السياسية كانت باستأكيد أقل مما طالب من الثوار الساحات كأي تسوية. أي تسوية هي حاصل موازين القوى وحاصل ظروف داخلية وخارجية بما فيها التدخل الدولي الذي كان في الثورة اليمنية بعيدا عن تأثير دورا سلبيا في مواجهة الثورة في مصر في النظام السابق. واعتقد ان هذه التسويه اوجدت حكومه سميت حكومه وفاق، لا زال الان في تقديري امام حكومه الوفاق ان تكون كذلك بالفعل، بمعنى ان تظهر الاطراف المشاركه فيها حرصها على هذا الوفاق وعلى الانتقال تجسيد انتقال السلطه بالشكل السلمي. الطرف المشترك لديه مهمه اذا لم ينجح بها في تقديري بانه سيكون هناك افتراق بينه وبين الساحات، وهي جعل هذه التسوية تخدم أهداف الثورة وليست من أجل إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، لأن التسوية إذا لم تحقق خدمة لأهداف الثورة ولكن بطرق سلمية وبطرق سياسية كما قيل، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلات في تقديري. وفي نفس الوقت أعتقد أن الطرف الآخر مكتب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أمامه مهمة أن يدرك بأن هذه التسوية كانت هي أفضل ما يمكن أن يحصل هو عليها، ومن ثم فإن عليه أن يحرص على أن تنجح هذه التسوية بحذافيرها لتحقق انتقال سلمي وسلس للسلطة وتبشر بولادة نظام جديد، لأن فشله في إثبات حسن النية في هذا الجانب سيؤدي إلى تأجيج الثورة مجددا، وربما في هذه المرة لا يحصل على فرصة التسوية التي حصل عليها في المرة السابقة. من ثم في تقديري فإن التسوية التي تمثلها حكومة الوفاق الوطني هي رهنا بحسن النوايا من ناحية، ورهن
في تقديري بإدراك كلا الأطراف للمهمات الموجودة أمامهم، وبأنه ليس هناك أفضل من هذه التسوية خاصة بالنسبة للوطن. طيب على ذكر التسوية، نعم. أستاذ عبد الملك، على ذكر التسوية، بالتأكيد أنه اليمن ظلت تشكل حالة إزعاج بالنسبة لدول الجوار من التصدع ومما سيحدث فيها. اليوم هناك في المشهد حكومة وفاق وطني يفترض أن تكون أساس على هذه التسوية، بينما هناك تصدع على الأرض وتصدع في القوى السياسية. كيف يمكن أن تكون هناك أولا تسوية على الأرض وأن يكون تطمين أيضا لدول الجوار؟ كان يقول لك بأن الأمر ليس ببساطة، رغم أني لست متشائما، لأن أعتقد أن الثورة هي التي فرضت هذا الحل، وهي التي فرضت هذه التسوية إذا جاز القول، ولم تأتي نتيجة لا لجهود المشترك ولا لحرص المؤتمر كما يقولون، ولكن نتيجة للثورة والمتغيرات، ولم تأتي حتى نتيجة لحرص الأطراف الخارجية. هذه الثورة ستفرض أن تحقق التسوية بشكلها الصحيح وتحقق الثورة بشكلها الصحيح، ولكن في نفس الوقت أقول بأنه بالرغم من تفاؤلي بأن مصير الثورة إلى نجاح وأن هذه إحدى الخطوات اتجاه الخطوة الأكبر وهي تحقيق أهداف الثورة، ولكن دعني أقول أيضا أن هناك لا زال كثير من التخوفات. لا نعتقد بأن مسألة نتفائل بسذاجة لنقول بأن كل الأمور قد تمت بمجرد تشكيل الحكومة. لا نعتقد أننا لن نواجه صعوبات، لا نعتقد أننا لن نواجه عقبات، لا زال هناك الكثير من الصعوبات. نحن ندرك أن هناك على الأقل صعوبتين أساسيتين. الأولى أن الحكم في الفترة الماضية كلها على مدى 33 عاما كان يتم عن طريق القوة وعن طريق الجيش، ولا زال هذا الجيش منقسم كما هو معروف، ولا زال خاضع لعائلة صالح، ولا نستطيع أن نقول بأن هذه التسوية قد نجحت وضمنت انتقال ثلاث السلطة قبل أن يتم حل مشكلة الجيش. ليس فقط المظاهر الموجودة في الشارع، بمعنى مظاهر البلاطجة والمسلحين ومظاهر انتشار الجيش ومظاهر الحواجز، ولكن أن يتم حل موضوع الجيش بشكل كامل بحيث أن يتحقق البناء الوطني له. ثم إن المسألة الأخرى أنه جرى الحكم في الفترة الماضية خارج إطار التسلسل القيادي للدولة والقوانين، بمعنى أن رئيس الجمهورية كان يتصل حتى بأصغر مدير عام في أي مديرية أو في أي دائرة. هذا من وجهة نظركم، وهذا الأمر لا زال سيواجه حكومة الوفاق الوطني. هذا من وجهة نظركم فيما يتعلق أستاذ عبد الملك. أخشى أن يكونوا وزراء المعارضة فقط هم بالأعلى، وأنه يجري تسيير الدولة من الأسفل، من ثم في تقدير أنه لا زال هناك صعوبات كثيرة. وأعتقد أن الأشهر المتبقية إلى حين انتخاب نائب رئيس الجمهورية، انتخابه رئيس الجمهورية، سيكون لدينا الكثير من الصعوبات، ويجب أن تبقى الساحات حذرة، ويجب أن تبقى كل القوى السياسية حذرة حتى يتحقق الانتصار لهذه التسوية. هذا فيما يتعلق بالطرف الآخر الذي تتحدث عنه بأنه لديه القوة وربما لديه أيضا أناس قد يكونوا يراهن عليهم بالحكم المقبل، لكن بعض المراقبين يقولون أنكم أنتم بالتحديد الذين انضميتم إلى الثورة مرهون عملكم السياسي في تطبيق المبادرة الخليجية بالفعل الثوري وبشباب الثورة، وأن الحسم قد يكون تحت أقدام الثوار أنفسهم. أنا أعتقد بأن ما قدمه المشترك من تسوية، على الرغم أني لدي الكثير من الملاحظات شخصيا يعني عليها، ولكن ما وافق عليها المشترك من تسوية، كانت هي الحل السياسي الممكن وليست خذلان للثورة، بمعنى أن أي حل آخر يحقق أهداف الثورة لم يكن المشترك ضده من ناحية، ومن ناحية أعتقد بأن هذه التسوية بقائها ونجاحها هو رهن ببقاء الساحات وببقاء الثوار يقظين يوجهون نقدهم ويوجهون ملاحظاتهم، ليس فقط لطرف واحد وهو المؤتمر، ولكن لحكومة الوفاق وللمشترك إن أخطأ، لأن هذه الانتقال لن يكون انتقالا صحيحا وسليما وتحقيقا لأهداف الثورة ما لم يبقى الثوار بكل يقظتهم من أجل تحقيق أهداف الثورة. لأني أخشى أن هذه التسوية قد تؤدي، إذا لم يكن هناك لم تكن هذه الرقابة متحققة بالشكل الصحيح، قد تؤدي إلى أن تصبح أقل من التسوية التي تحققت، ومن ثم تكون انتكاسة. جميع ومع أن تبقى دائما رافعة لتحقيق الأهداف، وأن تدفع حكومة الوفاق لمزيد من تحقيق الأهداف وصوب الأهداف التي خرج من أجلها الناس، لأن الناس لم يضحوا من أجل تشكيل حكومة وفاق، ولم يقدموا الشهداء من أجل تشكيل حكومة وفاق، ولكنهم قدموا الشهداء من أجل تنتصر أهداف، ومعيار انتصار الأهداف بما فيها انتقال السلطة
وبما فيها بناء دولة ويمن جديد هو المعيار الذي سيقول أننا نجحنا في التسوية أو لم ننجح. أشكرك أو كمؤتمر أو كجميع قوى سياسية. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الملك المخلافي القيادي في اللقاء المشترك المعارض. الحالمة تعز كان لها اليوم أكثر من مشهد على الأرض، مسيرة شباب الثورة وزيارة سفراء دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى استمر إضراب الصحفيين والعاملين في مؤسسة الجمهورية التي توقفت عن الإصدار أي الصحيفة بعد 49 عاما من الإصدار اليومي. من تعز هبة العريقي. كانت مسرحا للأحداث ومسرحا للانتفاضة الثورية كونها شهدت أعنف المواجهات خلال الأيام الماضية، كما كانت تعز محور زيارات سفراء الدول دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج. الزيارة كانت للاطلاع عن قرب سير تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014. أبدى الشباب أملهم في زيارة السفراء وطالبوا منهم السعي وراء محاكمة مرتكبي الجرائم، كما طالبوا منهم النزول إلى الساحات وزيارة أماكن القصف التي تعرضت له هذه المدينة. تقول البعثة الدبلوماسية أن جهودهم اليوم أتت دعما للحكومة الموحدة التي جمعت بين الطرفين من أجل أن يجتمعوا في نفس الطاولة ويعملوا على حل جميع المشاكل فيما بينهم، مؤكدة أن المبادرة الخليجية هي الحل الوحيد السلمي، كما تعهدت بمشاركة الشباب لبناء الدولة المدنية التي يطالبون بها في الساحات. وبعيدا عن زيارة السفراء كان لموظفي وصحفيي مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر إضرابهم الكامل مطالبين بحقوقهم المشروعة منذ أكثر من 5 أشهر. يقولون أنه سبق وإن قاموا باعتصامات وإضرابات جزئية في الأشهر الماضية وصولا إلى الإضراب الكامل وتوقف الصحيفة عن الصدور ابتداء من الخميس الماضي وحتى كتابة هذا التقرير. يستغرب العاملون بالمؤسسة من تباطؤ الجهات المعنية وتجاهلها في وضع الحلول لمعالجة مشاكلهم، مطالبين وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني بتحقيق عاجل عن الإهمال والفساد داخل المؤسسة ومحاسبة المتسببين في ذلك، كما طالبوا بسرعة تعيين قيادة جديدة إنقاذا للمؤسسة من التدهور. الإضراب الحاصل الآن ليس له أي دوافع سياسية ولا حزبية، وليس نحن نشد على يد الوزير وسنكون إن شاء الله يد قوية في بناء مستقبل اليمن الجديد، لكن نتمنى أيضا التفاعل مع كل همومنا ومشكلاتنا بمسؤولية، وهذا ما نحن واثقون من أن الوزير سيتعاطى مع هذه المسألة بكل ثقة إن شاء الله. هناك دعم إضافي مثل ما صرف للمؤسسات الأخرى كالثورة والوكالة والفضائية اليمنية، إضافة للمؤسسات الأخرى الإعلامية باستثناء ربما الجمهورية التي لم تحصل على هذا الدعم الإضافي، ونحن وهذا أوصل المؤسسة إلى هذه المشكلة أو هذا الإضراب اللي أدى إلى توقف الصحيفة. يؤكد الصحفيون أن إضرابهم ليس له علاقة بالمكايدات السياسية أو الحزبية، وإنما مطالب حقوقية أقرها القانون. هبة العريقي لبرنامج أصداء اليوم، تعز. من تعز ينضم إلينا ابتداء الدكتور الأستاذ أحمد عبد الملك المقرمي رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح. مساء الخير أستاذ أحمد، رحب بانضمامك معنا في هذه الحلقة من أصداء اليوم. هناك معلومات اليوم تؤكد أو تقول بأنكم رفضتم في المشترك اللقاء بوفد السفراء، ما حقيقة ذلك؟ أولا مساء الخير لكم للسادة المستمعين، وبالنسبة لهذا الموضوع اسمح لي أولا أن أنفي نفيا قاطعا ما أوردته الفضائية اليمنية من أن اللقاء المشترك التقى بالسفراء، فهذا جاء في الأمر الثاني التضليل الإعلامي الذي جاء على لسان حمود أو على لسان المحافظ من أن هناك يعني يلمز المسلحين أو أن هناك مسلحين وأن مشعور بالأسلحة،
وبالمسلحين، بينما تغاضى نهائيا عن المعسكرات والأسلحة الثقيلة والدبابات المنتشرة في كل، وإن كان هناك بداية لهذا الانسحاب. أمر أهم من هذا كله وأخطر منه جميعا هو أن المحافظ يقول أن هناك هدنة وأنه ليس هناك حل في الأفق وإنما هناك هدنة، وهذا يعني أن هناك شيء يبيت لكعب، وهذه رسالة خطيرة، خاصة وأن الأسلحة ما زالت تتدفق، آخرها طائرة شحن تحمل ذخيرة ذخائر وأسلحة أفرغت حمولتها عند الظهر. هذه قضية. الأمر الثاني أن اللقاء المشترك لم يلتقي كما قلت لك بالسفراء، وإنما كان هناك اتصال من المحافظ بأحد أعضاء المشترك يحدد مكان أو فندق السعيد للقاء، فذهب اللقاء المشترك وممثلوه إلى هناك، فوجدوا أن هناك يعني اعتراض أو حواجز أمنية وقفت أمام أبناء الشهداء وأسر الشهداء، كما وقفت أمام الجرحى واعتدوا عليهم بالدفع والضرب يعني بحيث يمنعوهم من الوصول إلى السفراء. هذا المشهد حاول المشترك أن يتواصل مع المحافظ لاستنكار هذا الحادث وهو في طريقه من الفندق أصلا، لكن المحافظ كان قد أغلق هاتفه نهائيا، ثم جعل المشترك يحتج على هذه المعاملة الدنيئة. طيب السفراء ما وجهوا لكم دعوة السفراء والسفارات؟ لم يوجهوا، وإنما كانت المسألة عن طريق المحافظة، والحقيقة أن الوقت اختطش، إن لم أقل يعني لا أريد أن أقول أن الوفد هو من اختطف، ولكن أقول أن الوقت اختطف منهم باعتبار أنه مجرد ما التقوا في القصر الجمهوري أخذوا في نزهة إلى جبل صبر، ثم عادوا متأخرين إلى الفندق، بحيث أن الوقت يكون قد مضى، وهو هدف أراده الشلة الحاكمة هنا أو السلطة الحاكمة بما فيها المحافظ. طيب لو ننظر أو لو ننتقل إلى موضوع التهدئة، كيف تقيمون الخطوات في سير تنفيذ التهدئة الحاصلة الآن في تعز أو الهدنة؟ نحن في الحقيقة يعني التقينا باللجنة العسكرية التي نزلت من صنعاء ولدينا تفاؤل كبير، ولكن المشكلة ليس في أداء اللجنة وإنما في مصداقية القائمين على العمل هنا في تعز. العمل هنا في تعز مسلم إلى قيادات يبدو أنها وضعت في المكان الخطأ، يبدو أنهم أخذوا مواقعهم على غير قدرة، وإنما لتنفيذ أجندة معينة، يعني نقل مدير الأمن من عدم الذي خرج منها فارا للملاحقات القضائية التي كانت تنتظره، ثم أن يؤتى به إلى تعز لا يعني إلا أنه مطلوب منه أن ينفذ أمرا معينا، بالتالي أن جهود اللجنة ستصطدم أساسا مع الشلة العسكرية والأمنية الموجودة، وستظل المدينة وستظل المحافظة مهددة بأي انفجار للوضع نتيجة هذه الفئة التي ما تزال تتحكم، الفئة العسكرية أقول، التي ما تزال تتحكم بمصائر الأمور في تعز. ولذلك لكن لماذا كل هذا التشاؤم أستاذ أحمد؟ إذا كان للجنة العسكرية ناس يراقبون وينظرون من هو المخطئ ومن هو المصيب ومن الذي ينفذ ومن الذي لا ينفذ. أحسنت، هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد ورائع، وأنا أقول أن من فجر الوضع وغير سلمية وغير المدينة المسالمة والمدينة المتحضرة والمتمدنة والهادئة إلى مثل ما جرى نتيجة وجود هذه القيادات، بمعنى أن هذا الفتيل إذا ما استمر هنا فمعنى ذلك أن يعني من كان سلوكهم ودأبهم تفجير الوضع وعدم الانصياع لأي تهدئة كان حاول فيها شخصيات اجتماعية وقانونية سلكت هذا المسلك منذ ما قبل شهر رمضان المبارك، ولكن كانت كلها تصطدم بهذه الفئة التي تتحكم في مصائر الأمور الأمنية والعسكرية في تعز. ما بقي هؤلاء سيبقى الوضع متوترا، خاصة كما قلت لك أن الأسلحة ما تزال تتدفق وعسى أن تنقطع أيضا في تفعيل اللجنة العسكرية على مستوى الإيران ككل.
أشكرك جزيلا أستاذ أحمد عبد الملك المقرمي رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح من تعز. ومن تعز أيضا ينضم إلينا الأستاذ حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز. مساء الخير أستاذ حمود، ورحب بانضمامك معنا في هذه الحلقة من أصداء اليوم. اليوم كانت هناك زيارة للسفراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذلك مجلس التعاون الخليجي، ماذا حملت لكم هذه الزيارة؟ أستاذ حمود. ألو. أستاذ حمود. أيوة. استمعت إلى سؤالي. أيوة. أستاذ حمود. نعم أسمعك. بعد الترحيب وشكرك لوجودك معنا في أصداء اليوم، أنا كان سؤالي ماذا حملت لكم زيارة السفراء اليوم في تعز؟ طيب. في البداية أسعد الله مساءكم ومساء سعيدة. مساء النور. لا بد من التأكيد أن تعز أصبحت محطة مهمة في أجندة الاهتمامات الإقليمية والدولية. وبسبب الأحداث التي مرت بها هذه المحافظة خلال فترة الأزمة السياسية منذ فبراير، فقد أصبحت مرجعية لا بأس بها لأي تناول للحالة اليمنية. لذلك لا تستغرب إن رأيت بالأمس السيد جمال بن عمر يأتي إلى تعز، وما إن تركها حتى كانت محطة لزيارة مهمة لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومعهم سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوروبي، وربما ترى في الغد أفئدة من الناس تأوي إلى هذه المدينة. السبب أنها أصبحت أحد أهم عناوين الأزمة السياسية اليمنية، هذا من جانب. بالجانب آخر لا تستغرب أبدا هذا الاهتمام الدولي والإقليمي الذي له ما يبرره، وهو أن الجميع في السلطة والمعارضة، وأقصد قبل حكومة الوفاق الوطني عندما كان هناك سلطة ومعارضة، أما اليوم فالجميع سلطة إن أرادوا أن يكونوا سلطة، وهم أيضا معارضة إن أرادوها كذلك، أو ربما على النمط الذي كان سائدا في تسعينيات القرن الماضي، ربما رجلهم في السلطة وأخرى في المعارضة. أقول أن الجميع أصبح يراهن فقط على الورقة الخارجية وعلى الدعم الدولي، لا يهمه بعد ذلك الموقف المحلي بأن كان مؤيدا أو معارضا. إذ لم يسبق في التاريخ السياسي اليمني أن ارتهنت الإرادة السياسية اليمنية بجميع أطرافها إلى الخارج كما هي عليه الآن. ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة التي سألت عنها. طيب أبرز القضايا أستاذ حمود التي تم تناولها، إذا كانت تعز بكل هذه الأهمية، وبالتأكيد هي بكل هذه الأهمية، ما هي أبرز القضايا التي تم تناولها خاصة مع ما نشهد من هدنة أو تهدئة الآن في تعز؟ السفراء الذين قدموا إلى تعز هذا اليوم كانت مهمتهم واضحة ومحددة ودقيقة، وأعلنوها أمام كل من التقوا بهم، وهو أن هناك مبادرة خليجية وآلية تنفيذية، وهناك قرار مجلس الأمن رقم 2014، وحملوا رسالة واضحة أن الجميع ملزم بتطبيق وبالالتزام بهذه المبادرة، وأول التزام لهذه المبادرة أو إظهار الالتزام لهذه المبادرة هو الحالة الأمنية. أكدوا على أنه لابد من وقف إطلاق النار، وأكدوا على أنه لابد أيضا من إزالة كل أسباب التوتر العسكرية التي تؤدي إلى الاختلالات الأمنية. كما أكدوا أيضا أن الاستعداد الكامل الذي تتأهب من خلاله المجموعة الدولية لمساعدة اليمن للخروج من هذه الأزمة مرتبط أولا وأخيرا بالحالة الأمنية. هذه هي الرسالة التي حملها هؤلاء السفراء. كيف كانت ردة فعلهم على ما يشهدونه الآن في تعز، خاصة إذا كانت أنت طبعا اليوم كان هناك تصريح لك قلت بأنه الأسباب عولجت النتائج والأسباب ما تزال قائمة، وما يجري في تعز هو هدنة، بالتالي ردة فعلهم عما يجري الآن في تعز؟ أولا يا أخي العزيز، ولابد أن ونحن نعالج قضايا وطنية لابد أن نتحلى بالصراحة. طبعا لست معنيا بما أسمعه هنا وهناك من محاولة الاستفزاز أو محاولة الجر إلى المهاترات الإعلامية، لسنا معنيا بهذا الأمر، لكن علي أن أكون صريحا، أقول وأكرر ما سمعته من الأخ العزيز الأستاذ أحمد المقرمي بأنني قلت فعلا أن نحن في حالة هدنة ولسنا في حالة تسوية. الهدف الأخير هو تحقيق السلام والأمان لهذه المحافظة، وهذا لم تتوفر شروط ديمومته واستمراره. هناك متفجرات كثيرة في طريق هذه التسوية، وينبغي أن تكون هذه حقيقة لا يحجبها التواضع أو المجاملة أو المناورة السياسية. هناك قنابل موقوتة تقف أمامها،
عدم عودة العناصر العسكرية إلى معسكر وعلى معسكراتها أحد هذه الألغام، عدم السيطرة على السلاح الثقيل أخطر هذه المتفجرات، عدم وضوح الرؤية عن مصير السلاح والمسلحين وخروجهم من المدينة، ربما يكون قنبلة موقوتة في طريقة التسوية. لكن ليست تعز المغلوبة على أمرها هي المسؤولة عن هذا التهديد، المسؤول عنها هم خارج تعز، هم أمراء الحرب الذين يستعرضون قوتهم في هذه المحافظة أقول، والذين عليهم استعادة سلاحهم وجنودهم وإمكانياتهم إلى معسكراتهم. ثم ليست تعز وحدها المهددة بالخطر، بل أيضا العملية السياسية على مفترق طرق، ما لم ينزع السلاح من المدن وتعود الثقة وتلتئم المؤسسات. طيب. حتى المبادرة الخليجية تتهددها كثيرا من المخاطر في وضع كذا. طيب أستاذ حمود، لنبقى في موضوع تعز، وأنت ذكرت أنه ومن باب معالجة الأسباب قبل النتائج، قبل قليل الأستاذ أحمد المقرمي ذكر بأنه ما زالت الأسلحة الثقيلة موجودة في تعز، ما زال عدم الالتزام من القوات الأمنية ما زال أيضا في تعز، وقبل يومين أيضا كان معنا أحد أعضاء لجنة التهدئة بالتحديد الأستاذ عبد الله النعمان القدسي، قال بأنه يجب أن تزول أسباب التوتر أو الثلاثة الذين متهمون الآن بأنهم قتلوا الناس في تعز، هذا من ضمن الأسباب أو من ضمن أهم معالجة الأسباب. وأنا أتفق معهم أيضا، هو أي سبب يؤدي إلى التوتر ويؤدي إلى 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 أن يكون عقبة أمام أي تسوية سياسية وأمام التهدئة وأمام حق دماء الناس يجب أن يزول، سواء كان سببا ماديا أو سببا بشريا. لكن أنا أقول إنه وأنت سألت عن ما قاله الأخ أحمد المقرمي بأن ما يزال السلاح الثقيل، والأول أنا أريد أن أؤكد هناك موقعان عسكريان كان محل خلاف، وهما موقع مستشفى الثورة وموقع جبل القرة. هذان الموقعان وبإشراف لجنة التهدئة قد تم سحبهما إلى معسكراتهما، هذا أولا. وثانيا كان هناك انتشار أثناء التردي الأمني في الفترة الأخيرة في منطقة الحصيب وبعض النقاط العسكرية تم إزالتها تماما، الجميع يعرف هذا الكلام. أنا لا أرى مطلقا سبب للادعاء أو القول بأن هناك أسلحة ثقيلة وهناك انتشار وهناك دبابات وهناك عسكرة للمدينة، لا يوجد. لكن ربما يكون هناك بعض القضايا إما ناتجة عن شكوك وإما ناتجة عن عدم قناعة هذا الطرف بوجود هذه القوة حتى لو كانت قوة أمنية. المطلوب هو إزالة الحالة العسكرية الناتجة عن الحالة السياسية، وليس المطلوب كشف المدينة وتركها الفريسة للجريمة. هناك نهب في المدينة، هناك اعتداء على المحلات، هناك حالة خوف، وهناك أيضا حالة استبشار من هذه الهدنة أو من هذه التهدئة التي توصلنا إليها في الفترة الأخيرة، وعلى الجميع أن يتعاون فيها. نحن عندما نقول خروج السلاح نهدف إلى 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 نزع فتيل التوتر وإلى نزع أسباب هذه المشكلة. ومن يطالب بإزاحة هذا الشخص أو ذاك فهذه وجهة نظر أيضا. وهناك الآن حكومة وفاق وطني وهناك وزراء من هذه الجهة أو تلك، ولا مانع لدينا من نقل أو عزل أي مسؤول في المحافظة يكون وجوده سببا للتوتر أو سببا قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح. طيب أستاذ حمود، فقط لأنه هناك معلومة، البعض إلى الآن يعني يقول أكثر من مصدر أو لدينا أكثر من معلومة بالتحديد عن وجود الأسلحة ووجود النقاط الأمنية. أريد أن أعرف منك، لا توجد أسلحة ثقيلة داخل المدينة ولا نقاط أمنية مستفزة للمواطنين؟ ماذا تقصد بالأسلحة الثقيلة، للمعسكرات أم لل داخل المدينة؟ ما في معسكرات، معروف أنه داخل المدينة ما في معسكرات إلا معسكر الأمن المركزي تابع للشرطة، لكن جيش ما في داخل المدينة، معروف أنه معسكر الحرس الجمهوري في الجند ومعسكر خالد بن الوليد خارج المدينة، لكن أقصد داخل المدينة. من الناحية من إذا كنت تسأل عن وجود قوات أو سلاح ثقيل للقوات الحكومية داخل المدينة، فأنا أؤكد لك أنه لم يعد هناك أي سلاح ثقيل غير في المواقع التي اعتدنا عليها منذ عشرات السنين. لكن الجميع يجمع الآن سواء من اللجان أو من الرأي العام أو من المجتمع بأن السلاح المتواجد في المدينة مع مسلحين مع أشخاص مع أفراد ما زال موجودا داخل المدينة، على الأقل إن لم يكن كل هذا السلاح فبعضه ما زال موجود. ونحن نطالب ونحن نسعى إلى التهدئة ونسعى إلى الأمان وإلى الاستقرار وإلى الاستجابة للجو السياسي القائم نتيجة حكومة الوفاق الوطني. علينا أن نتخلص من هذا السلاح
بدون تردد وبدون مجاملة وبدون حسابات خاصة. نعم. على كل المسلحين المتواجدين في المدينة أن يعودوا من حيث أتوا، كما هو أيضا على المعسكرات التي كانت متواجدة أن تستكمل إذا كان للأخوة وجهة نظر بأنها لم تستكمل عودتها إلى معسكراتها، فإننا أيضا نطالب معهم أنه إذا تبقى شيء من المظاهر العسكرية الرسمية داخل المدينة غير قوات الأمن عليها أن تعود إلى سكناتها. هذه مسألة فيها مصلحة للجميع وعلينا أن نتعاون جميعا لتحقيقها. أشكرك جزيلا أستاذ حمد خالد الصوفي محافظ محافظة تعز، كنت معنا من تعز. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل من الإعلان، نعود لاستكمال الأصداء اليوم، ابقوا معنا. أو قبل أن نذهب نعتذر، قبل أن نذهب إلى الإعلان يبقى معنا أيضا من تعز الأستاذ نجيب الجرموزي مدير تحرير صحيفة الجمهورية. أستاذ نجيب ومسي عليك بالخير ورحب بانضمامك معنا في هذه الحلقة من أصداء اليوم. صحيفة الجمهورية توقفت عن الإصدار بعد أن قلتم بأنه تم تجاهل مطالبكم، لو تضعنا في حقيقة ما جرى. شكرا. اولا ثانيا القضيه مش هي وليده اليوم ولا امس، هي قد كانت تراكميه نتيجه تاخر المستحقات لمده 5 أشهر، بالاضافه المؤسسه ايضا لم تستطع تواجه او تغطي استحقاقات هذه نتيجه الظروف التي مرت بها البلاد، وأدت أيضا إلى انكماش الحياة في مناحيها المختلفة. من ضمنها إحنا مع انفصالنا هذا أيضا مع عملية الإعلانات قلت داخل قل. مشكلتنا الثانية أيضا إنه كان في معنا خصم نسبة 5% من الميزانية ما تم استعادتها رغم إنه في أيضا توجيه. معنا أيضا حكاية العلاوات، تم اعتماد العلاوات والمؤسسة هي حتى الآن التي تواجهها وليس المالية، وسوء حظنا العاثر أيضا أنه تم حصلت المؤسسات في هذا الظرف على 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 دعم إضافي. الثورة المؤسسة الإذاعة والتلفزيون نحن أيضا حصلنا على 50 أو 60 مليون، لكن مع الأسف لم يتابعها أحد. نعم. هذا حسنا هذا أيضا المبلغ الذي كان ممكنه يغطي نوعا ما ويحل كثير من المشاكل. طيب اليوم وقد تصدرت قضيتكم الرأي العام، هل وجدتم أي تفاعل من الجهات المعنية في وزارة الإعلام وغيرها؟ أيوة، بلغنا اليوم إنه وزير الإعلام وضع الصورة وإنه تم تحرير مذكرات حسب زملائي. مذكرة رفعت رئيس الوزراء، وأعتقد أنه أيضا في اهتمام كبير من قبل وزير الإعلام، وهذا أيضا سيؤدي أيضا إلى حل المشكلة الجذرية. لا بد أن تعالج المشكلة، وأيضا مشكلة بغير سعين نحن بس. طيب أنتم ستعاودون العمل والصحيفة ستعاود الصدور قبل مع هذه الوعود أم لا؟ لا ما نشوف، هو الآن لحد الآن ما حد يستطيع يقول أن معاودة العمل نحن بإمكاننا معاودة العمل، لأن ظروف كثير من الموظفين وصلت إلى حد أنه ما يستطيعش يلبي احتياجاته الضرورية. صبر يجي لعنده تبكي، أنا صاحب البيت خرجني، أنا صاحب البقالة راح اشتكاري. هذه القضايا أيضا هي جاءت تراكمية يعني. ايضا الاهمال عدم متابعه المبلغ هذا الاخير ايضا ادى زاد الطين بله يعني. نعم، اشكرك جزيلا استاذ نجيب الجرموزي مدير تحرير صحيفه الجمهوريه ممتاز. اذا مشاهدينا الكرام نذهب الان الى فاصل من الاعلان، نعود لاستكمال اصداء اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تستمر المسيرات لشباب الثورة في شوارع العاصمة صنعاء، كما تستمر ساحتهم موقعا لفعالياتهم التي تتعدد وتتنوع قضاياها في سياق مشروعهم الوطني. محمد النقيب والتفاصيل. نريد
تساهم كثيرا منظمات المجتمع المدني في بناء الوعي الجماهيري وتحفيزه للاندفاع نحو الانتصار لقضاياه. في الثورة اليمنية ثورة شباب التغيير، ما الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في صناعة هذا القرار الجماهيري؟ الشعب يريد إسقاط النظام. معروف أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية هي أساس قيم الثورة، كجهل في مقار بعد عملية الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني الغير حكومية مثل العاملين والعمال والمعلمين وغيرها قامت الثورة المعارية. فلماذا بعد أن احتضنت المبادرة الخليجية بدأ التفكير والعمل بالمنظمات المجتمع المدني ولم يتم تفعيلها منذ بداية الثورة؟ أما بالنسبة لحضورها في العمل الثوري فقد كان لها حضور منذ البداية، ترافق مع الحضور الشباب أنفسهم، كانت موجودة منظمة حقوقية، كانت موجودة كنقابات كاتحادات، كان لها حضور كبير جدا لا يمكن أحد أن ينكره. في هذا اللقاء الخاص برؤية شباب الثورة لمنظمات المجتمع المدني ودورها في المستقبل الذي نظمه تجمع الشباب التقدمي الحر ومنظمة برلمانيون ضد الفساد، استمع شباب ساحة التغيير بصنعاء عن شيء يعرف بمنظمات المجتمع المدني. يأتي هذا اللقاء الخاص برؤية شباب الثورة لمنظمات المجتمع المدني والدور المطلوب منها في المستقبل ضمن مشروع معا من أجل منظمات مدنية فاعلة على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة الذي ينظمه تجمع الشباب التقدم الحر. في ذات اللقاء كان لشباب الثورة ورقة عمل طرحت رؤيتهم لمنظمات المجتمع المدني وماذا يريدون منها. أولا الدفاع عن الديمقراطية التي تمثل بفعل العلاقة التأثيرية المتبادلة بين الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني البيئة الطبيعية لوجودها والموازية لتنسيقها وتطويرها. ثانيا تعزيز ثقافة المشاركة الشعبية عند وضع الاستراتيجيات لبناء اليمن الجديد. ثالثا التعريف بمزايا وأهمية سيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات التي تكفل الحقوق العامة والخاصة. نساء الثورة في اليمن لهن بأس شديد في الحضور ثوري ولهن في سبأ آية وفي تجديد نموذج المرأة اليمنية الحديدية. هن في مسيرة حاشدة خرجت عصر اليوم بالعاصمة صنعاء يطالبن بالحسم الثوري ومحاكمة من قتلوا شباب التغيير، من قتلوا عزيزة وزينب وغيرهن، من قتلوا أنس ووفاء وعشرات الأطفال. هو تأكيد مطالبنا وهو محاكمة المجرمين وسفاك الدماء حتى لا تذهب الدماء دماء الشهداء هدرا. كما عبرت المتظاهرات عن رفضهن لأي محاولة سياسية تسعى النيل من خيارات الفعل الثوري. خرجنا اليوم مسيرة نطالب الحكومة الوفاق التي أصدرت بالمجلس الخليج أو بالمبادرة الخليجية أننا متابعين لخطواتها خطوة خطوة، لن ندعها تفعل ما تريد ولن ندعها تخدعنا كما خدعتنا الحكومات السابقة أو أن تنهب أموالنا، فنحن متابعين لها. صحيح أننا جعلناهم يحكموننا لكن لن ندعهم يتحكمون في أموالنا أو ينهبون كما نهبونا من قبل. الشباب هم أيضا ملء الساحة وخيامها وقد حقنت إرادتهم في ذات المكان دون مواصلة التصعيد الثوري ومسيرته، وذلك في اليومين الماضيين. المسألة قد تدخل ضمن استراحة المحارب، قد تدخل ضمن تساؤلات البعض، هل بوادر الإطمئنان التي بدأت تتشكل بعد تشكيل الحكومة قد خلقت حالة من السكون لدى شباب الساحة، أم أن للجمر ثورته حينما ينقشع رماد السكون وتبدأ الثورة اللافحة؟ محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. ينضم إلينا غازي السامعي منسق مشروع معا من أجل منظمات فاعلة. أرحب بانضمامك معنا أستاذ غازي في أصداء اليوم في الندوة اليوم الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ودورها في هذه الثورة، أبرز النقاط التي أردتم إيصالها. في الحقيقة أن أبرز النقاط التي كان الهدف من تنظيم اللقاء هو تسليط الضوء على منظمات المجتمع المدني وأهمية هذه المنظمات ودورها الفاعل في حماية حقوق المواطنين وفي الانتصار لحقوقهم وكرامتهم. الأمر الآخر كنا نتحدث حول المعوقات القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن المنظمات والجمعيات الأهلية. هذا القانون هو البيئة التشريعية التي تنظم عمل المنظمات. أجمع كثير من المحللين القانونيين بأن هذا القانون
يمثل عقبة أمام العمل القانوني الجاد لمنظمات المجتمع المدني. وكذلك كان هدفنا في هذا اللقاء هو معرفة آراء الشباب فيما يخص منظمات المجتمع المدني ودورها في قادم الأيام. نحن ندرك جيدا بأن منظمات المجتمع المدني هي إحدى أضلاع المجتمع الأساسية إضافة إلى الحكومة وإلى القطاع الخاص، وبالتالي فإن لشباب الثورة كان لهم أو كان لابد أن يكون لهم رأيا واضحا في هذه المنظمات وما الذي يجب أن تكون عليه في قادم الأيام، وما هي الصورة الحقيقية لهذه المنظمات، وهل بالفعل منظمات المجتمع المدني تجسد عملها بشكل صحيح وبشكل يخدم المواطنين ويخدم المجتمع ويحقق الأهداف الإنسانية النبيلة أم لا. طيب أستاذ غازي، في قادم الأيام، لكن ماذا عن الأيام التي خلت؟ كيف كان تأثير منظمات المجتمع المدني بالنسبة للثورة؟ سأكون صادقا في هذا الموضوع. منظمات المجتمع المدني خلال فترة 10 أشهر من حياة اليمنيين في هذه الثورة الشبابية الشعبية المباركة لم تقم بدورها على أكمل وجه. قتل الشباب وقتل اليمنيون وجرحوا وهدمت المنازل وعذب من عذب وأخفي من أخفي، ولم نجد منظمة حقوقية عملت على رفض وتوثيق كافة الانتهاكات التي طالت المواطنين في عموم محافظات الجمهورية بشكل قانوني ومهني وسليم. هناك بعض المنظمات الحقوقية عملت على رفض، لكن هذا الرفض لم يكن مكتمل بالصورة المهنية القانونية، ولم يكن كذلك مكتمل في معظم الانتهاكات أو كل الانتهاكات التي صارت اليمنيين في مختلف المحافظات. هناك منظمات نشطت في صنعاء، وهناك البعض نشط في تعز، لكن أنا أتحدث عن عمل قانوني مهني سليم لتوثيق الجرائم التي ارتكبت طيلة 10 أشهر بالشكل المطلوب فيما يخص المحاكمات الدولية، من تقديم ملف متكامل بالأدلة وبالوثائق وبالشهود وبالتقارير الطبية وبتقارير الأطباء الشرعيين وبالمعامل الجنائية. هذا الملف الذي أتحدث عنه لا يوجد منظمة في اليمن قامت بهذا الدور بشكل مهني. في التوثيق لا يوجد هناك أنصاف جهود ولا أنصاف حلول، يوجد جهد ينبغي أن يكون كاملا وينبغي أن يعمل بشكل مهني وبشكل قانوني ممنهج لتوثيق هذه الانتهاكات وهذه الجرائم. هذا الأمر ما دفعنا إلى تنظيم هذا اللقاء وإلى أن نتبنى مشروع معا من أجل منظمات فاعلة، وحين نقول فاعلة نتمنى بالفعل أن تكون هناك منظمات جادة تعمل على خدمة قضايا الناس وعلى الانتصار لحقوقهم وعلى الدفاع عن كرامتهم وعن توثيق ما يتعرضون له. لا نريد أن تكون هناك منظمات موسمية أو تشتغل في المواسم، نريد أن يكون منظمات المجتمع المدني في القادم لها دورها الحقيقي كأحد أضلع المجتمع الأساسية، دور يلبي تطلعات اليمنيين ويلبي تطلعات الشباب في هذه المرحلة الاستثنائية من حياة اليمنيين. نعم. في طول البلاد وعرضها. عزيز السامعين، منسق مشروع معا من أجل منظمات مدنية فاعلة، أشكرك جزيلا. شباب الثورة في محافظة عدن كانت لهم مساء هذا اليوم وقفة تضامنية مع أبناء الحالمة تعز في مشهد يؤكد وحدوية الموقف الثوري. من عدن مراسلنا محمود الحميدي. عندما تئن تعز يخرج شباب الثورة في عدن بمسيرات التنديد بالقمع والمؤازرة لأبنائها. اليوم خصص شباب الثورة في عدن يوما لهذا التضامن في مسيرة مسائية بمديرية الشيخ عثمان ومهرجان فني شهدته ساحة النور. طالبت ثوار تعز بمواصلة الصمود وقيادة مسيرة الثورة الشبابية إلى النصر. أقمنا هذه الاحتفالية اليوم وهذا المهرجان تضامنا مع أبناء وأهالي تعز، رسالة منا نحن شباب الثورة في عدن إلى أبناء وشباب تعز أننا ماضون معهم وصامدون معهم وندعوهم إلى الثبات واليقين في هذه الثورة. المهرجان الذي تخللته فقرات إنشادية وغنائية وكلمات تضامنية وقصائد شعرية، وجه من خلاله أبناء عدن نداء إلى كل من يراهنون على مواقفهم بأن الوطن جسم إن اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالنصرة والمؤازرة. نقول لإخواننا في تعز رابطوا وصامدوا ونحن معكم من عدن، مهما قطعوا الطرقات مهما قطعوا السبل والمواصلات فإننا كلنا تعز،
أنتم تعز ونحن تعز، ونقول لهم مهما ساوموا على دماء الشهداء ومهما قاوموا سوف نظل أقوى من الحديد وأشعل من النار، وثورتنا سننتصر ستنتصر ستنتصر بإذن المولى عز وجل. رسالتنا لأبناء تعز، تعز الصمود، تعز الثورة، تعز الحرية، رسالتنا لها أننا معها السراء والضراء، معها صامدين كصمود الجبال. فتحية إكبار وإجلال وتحية من كل يمني حر وثائر لتعز الصمود، تعز الثورة. هي رسالة يوجهها هؤلاء إلى البعثة الدبلوماسية التي زارت تعز اليوم، مفادها أن السكوت على الجريمة جرم أكبر من الفعل، فطالبوهم بقول موقف واضح عن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها سكان الحالمة. فنقول لهم نريد منهم خدمة واحدة، ألا يجلسوا ألا يخالطوا القتلة المجرمين السفاحين من الذين قتلوا أبناء تعز مثل غيران والعوبلي، وأن يذهبوا إلى الساحات، ساحة الحرية في تعز، وينظروا إلى الشهداء، إلى تفاحة وإلى جميع الشهداء. فنقول لهم أن يستمعوا إلى الشهداء وأن ينقلوا الحقيقة، لا نريد أكثر من ذلك، نريدهم أن ينقلوا الحقيقة إلى أبناء، إلى المجتمع الدولي، وأن يحيلوا ملف علي عبد الله صالح إلى محكمة الجنايات الدولية. والله نقول لهم من هنا، من عدن ومن تعز ومن كل محافظة في اليمن، مهما أتت بها دول أوروبا ودول الاتحاد الخليجي من مبادرات، فإن دماء الشهداء لن تضيع هدرا، وتعز ستظل صامدة وكريمة، وحقها سيرجع قريبا إن شاء الله. جمعتي الاستقلال والاصطفاف الثوري لم يكتف الثوار في عدن بهما كتعبير لموقف النصرة لتعز الصمود، فكان لهم هذا المهرجان اليوم ليزيد من أواصر الترابط بين عاصمة الثورة وثغرها الباسم. محمود الحميدي، أصداء اليوم، عدن. انضم إلينا من عدن الأستاذ علي قاسم، أحد شباب الثورة في عدن. أستاذ علي، أرحب بانضمامك معنا في أصداء اليوم. ما هي الرسالة التي أردتم توجيهها من خلال المهرجان، ولماذا اليوم لتعز؟ أولا نرحب بكم في قناة السعيدة، وطبعا ليس بجديد على شباب الثورة في عدن تنظيم مثل هذه الفعاليات الثورية المستمرة التي بدأناها منذ 3 فبراير في محافظة عدن. وطبعا هناك وضع خاص لمدينة تعز، هذه المدينة الحالمة الصامدة التي ضربت أروع الأمثلة في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ونحن من هذه المحافظة، محافظة عدن، دائما ما نقيم مثل هذه المهرجانات. ويعني قصيناها اليوم لأن تعز ما زالت تئن تحت وطأة هذا القصف الهمجي وهذا القتل العشوائي، سواء قتل للرجال، للنساء، للأطفال، ذلك السفاح المدعو قيران بعد أن قتل شباب عدن ونكل بهم ذهب طيب. إلى تعز وأرسلوه إلى تعز لمواصلة القتل ومواصلة التنكيل طيب في أستاذ علي. أبناء تعز وأبناء طيب أستاذ علي، اليوم في تعز بالتحديد، لو عدنا إلى تعز اليوم شهدت زيارة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، دول دائمة العضوة في مجلس الأمن، وكذلك مجلس التعاون الخليجي، وأيضا هناك نشاط آخر سياسي تكلل بجهد الحكومة الوطنية إنشاء أو تشكيل هذه الحكومة. كيف تنظرون إلى كل هذا الحراك السياسي المعتمد في الساحة؟ طبعا نحن الآن نرى بالفعل هناك تحركات جادة على الأرض من قبل السفراء ومن قبل المبعوث الأممي جمال بن عمر. كنا دائما ما نعتب عليهم بقائهم في الغرف المغلقة ولقائهم فقط بالنخب السياسية. نحن بالأمس في محافظة عدن أو أول أمس التقينا بالمبعوث الأممي السيد جمال بن عمر، وخص شباب الثورة في عدن بلقاء خاص طالبنا فيه بأننا لن يرضينا إعطاء ضمانات للقتلة، وعلى أولهم هذا الرجل علي صالح السفاح. ونقول أن مثل هذه اللقاءات على الأرض هي ضرورية جدا لكي يطلع السفراء ويطلع المجتمع الدولي على حجم الدمار وحجم الانتهاكات وحجم القتل والتشريد الذي قال كل أبناء الوطن. طيب موقفكم من حكومة، موقفكم أنت تذكر الآن موضوع الانتقال إلى الشارع،
الوفاق الوطني، حكومة الوفاق الوطني تشكلت، ما رأيكم منها أو فيها؟ بالنسبة لنا نحن عبرنا عن موقفنا لما يسمى بالآلية التنفيذية أو المبادرة الخليجية. نقول أن المبادرة الخليجية وأيضا آلياتها التنفيذية لم تلبي طموحات الشباب الذين خرجوا منذ فبراير من أجل أهداف واضحة. نقول نحن عن حكومة الوفاق، نعم حكومة الوفاق تحوي في يعني جنباتها كثير من الشرفاء، كثير من الذين قادوا يعني مرحلة التغيير، كثير من الذين ناضلوا معنا سواء قبل الثورة وأثناء الثورة. نحترم هذه القامات الوطنية، ولكن نقول لا يجوز أن تكون حكومة وفاق وفيها قتلة، لا يجوز أن تكون حكومة وفاق وفيها حمود عباد وفيها نعم. بن ثغر، هؤلاء الذين وصفوا الشباب. وصلت الفكرة أستاذ علي؟ الأوفاق. أعتذر عن المقاطعة أستاذ علي لضيق الوقت، وصلت الفكرة. فقط أريد طيب باختصار، باختصار لو سمحت تفضل. أضيف جملة، أننا بالفعل نريد أن نؤكد على استمرار في هذه الثورة حتى تحقيق جميع الأهداف. نقول لجميع النخب السياسية، هذا الرجل رقص على رؤوس التعابين ويدعي أنه رقص على رؤوس التعابين لمدة 33 عام. نعم نقول له كل التعابين فشلت إلا ثعبان الثورة هو الذي أسقط هذا الرجل، وثعبان الثورة هو الذي سيرديه إن شاء الله خلف القضبان. أشكرك جزيلا من عدن علي قاسم، أحد شباب الثورة. ونحن نقلب صفحات أصداء اليوم، نسطر الشكر لمن أخذ المشهد للشكر أو لمن أخذه المشهد للشكر، ونرسم القلق حين يكون للقلق أوجاعه في جسد الوطن. ورسائلنا هي منكم وإليكم. الرسالة الأولى لوزير الكهرباء: مع ثقتنا بأن الوضع العام للكهرباء في البلاد والإمكانيات المتاحة أمامكم يجب تفهمها، ونحن نطالبكم بيوم لا يعرف الظلمة. إنما يشاهده المواطن خلال هذه الأيام من جهود تبذل من قبل العمال الفنيين بمؤسسة الكهرباء، والتي أخذت تنتشر في مواقع إصلاح خطوط الكهرباء والكابلات وغيرها من المواقع، وكذا قطع بعض الخطوط العشوائية. كل تلك الجهود التي لا يمكن نكران تزامنها مع وجودكم على رأس هذه الوزارة تجعلنا نلف أسطر هذه الرسالة بباقة ورد نهديها لكم ولكل العاملين معكم، متطلعين بتفاؤل المشهد نحو أوضاع تعيد البسمة للمواطنين وتعيد للاقتصاد إمكانيات الانطلاق نحو مشاريع التنمية التي لا يستقيم لها قائم دون قدرة الطاقة الكهربائية في تلبية متطلبات تلك المشاريع، وللحلم بقية أنتم صنعه. الرسالة الثانية للقبائل اليمنية التي يشهد لها التاريخ بما تحمله من أعراف وبعد وطني وشهامة الموقف وكرم الأخلاق لأولئك حيثما كان الوطن بحاجة إليهم، كيف يمكن لليمن أن تتجاوز حمل أزماتها ومعاناة شعبها وتنشد بوابة الانفراج دون جهود كل الشرفاء الذين يجعلون مصلحة الوطن واجبا مقدسا لا يقبل القسمة على أي مكاسب أو استحقاقات أو مطالب لأفراد أو جماعات تقودهم لضرب أنابيب النفط أو ضرب خطوط الكهرباء، لا لشيء إلا لمنازعة الدولة لبعض المطالب التي لا تحمل مشروعية هذا السلوك. كيف نحلم بدولة لها هيبتها السيادية ودورها المؤسسية ونحن ندك هذه الهيبة ونفقدها تلك السيادة ونغيب دورها المؤسسية؟ فهل على الدولة أن تستعيد شخصيتها الاعتبارية مستخدمة كل إمكانياتها أمام الخارجين عن القانون، أم أن على هؤلاء أن يدركوا أن الوطن أحوج إليهم في بناء مشروعهم الوطني القادم؟ إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من أصداء اليوم. لم يتبقى لنا إلا أن نشكركم على طيب الاستماع والمتابعة، وكالعادة يمكنكم متابعتنا من خلال بثنا الحي الموضح على الشاشة www.saida-tv.com ومن خلال صفحتنا الرسمية في فيسبوك ويوتيوب. رعاكم الله وحفظ الله الوطن. إلى اللقاء.